موضوع انه احنا قدمنا قضيه في فساد مالي في شركه نفطيه اللي هو سليم شبو، معناها شركه فواياج كيفاش باعت الاندالكو، والصفقه هذه كيفاش صارت وقت بعد ما خرج المرسوم تاع مصادره املاك اللي فيها سليم شبو. معناها انه السيد مصادر املاكه ويبيع، معناها يبيع الاسهم نتاعو في فواياجر، يبيعهم لاندالكو اللي هي شركه اندالكو تكونت للغرض هذا، تكونت بعد 9 ايام تقريبا من تكوين ال 9 ايام من تكوين الواحد، فهمتني، من تكوين من الصفقه اللي صارت الصفقه. دونك المشكلة الكبيرة اللي صارت في العملية هذه أنه معناها عملية صارت، معناها خلوا على جانب معناها جماعة التصفية لجنة المصادرة، وقاموا بالعملية هذه من غير ما يكونوا معناها مش تحت رقابة لجنة المصادرة، وهذه هي الخطأ الكبير اللي صارت باش يحموا فيه أموال سليم شيبو. القائد السبسي هو المحامي نتاع فواياجر نتاع سليم شيبو، في الاثناء هو رئيس حكومه، معناها اخوه هو الممثل القانوني للاندالكو. معناها البيعه صارت كلها بالتنسيق ما بين ليتاب ووزير الصناعه والسبسي، كلهم صحيين في الاجراء هذا من غير ما تحول اموال للجنه المصادره واللجنه التصفيه، وما يعلم لجنة المصادرة بالعملية. والأكيد أنه الرئيس السابق للجنة المصادرة متورط في العملية عادل بن إسماعيل.